بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نواله وعظم سلطانه. ربنا زدنا نورا على نور، يا نور على نور، وشتينا بين نور أنت هو ونور أنت معطيه يا سيدنا يا عظيم. أما بعد يا وهاب، ارحمنا واجعلنا من أهل التوبة النصوح التي لا رجعة فيها يا كريم يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. الآن بفضل الله تعالى وببركات من لدنه نقارب الآية الأولى من سورة الزخرف مقاربة متميزة بأدابها وجدها وتفاعلها مع الآي الحكيم. السورة هذه مكية النزول، إلا آية 54، وعالجت في أولها التقرير الإلهي أن الرسالة الخاتمة رسالة، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ولهذا اللي كان المستشرقين ولا الصهاينة في المقدمة، إذا كان حبوا يثروا على الغمة اللي ست أمة فقد أثروا، وربما وجدوا تربة وأرضية ما لا قابلة لسمومهم. لذلك ترى العرب الكرب المسلمين بغير حق، تراهم هم أول من فعل بهم عن طريق الصهاينة والكنائس والمستشرقين. ألا لعنة الله على الظالمين. والسلام.